كيف قلت لكم دائما كتعرفوها في خرجاتها كتكون اما على اغنيه جديده ولا شي حاجه، ولكن اليوم في الخرجه الاخيره ديال الطرف الاخر او الفنانه كيف تابعتوه كاملين، هادشي ما كنقولوش انا ياك، تابعتوه كاملين، كان فيه تسريب ديال واحد المغالطات وتسريب ديال واحد ما نسميه انا نقدر نقول اكاذيب. انا راه جايه هنايا ماشي عاجبني الحال ولا فرحانه ولا كنشمت ولا راني صافي راني في موقع قوه كنقول راني انا زعما انا راه بحال القضيه زعما راه جايه زعما راه كنبغيت نتبورد ولا باغا نبان ولا كنحاول نهضر بهاد اللهجه باش يفهمها الجميع، ما غنبداش نهضر بلغه الثقافه وداكشي لانه غادي يقول لك هذه رجعت غير تبان ولا. فانا كنتكلم في هذا الموضوع لانه الخرجه الاخيره بالنسبه لي المغالطات اللي كانت فيها كانت قاصحه وصعيبه. الفنانه من حقها تخرج الخرجه اللي بغات، ومن حقها تستعطف بالطريقه اللي بغات، ومن حقها تتكلم بالطريقه اللي بغات، حسابها الرسمي هذاك وتتكلم مع الناس ديالها كي بغات وعلى اي حاجه اخرى، هذا حقها ما كان منعنا حتى شي واحد وماشي شغلي. ولكن اللي ماشي من حق الانسان هو يمرر اكاذيب ويمرر حقائق اللي كاينه مثبته في تحريات رسميه ومثبته عند القانون، وكذلك يخرج بحقي مغالطات اللي كثيره وكثيره بزاف واللي ضرتني. حيت في الاول قبل ما نهضر معاكم كتهضر معاكم سعيده شرف الفنانه، وكتهضر معاكم كذلك سعيده شرف الام، كنعرف كتعرفوا كلكم انني ام ثلاثه ديال الاطفال. فانا ما جيتش بامكاني نخرج انا ونبكي وندير، ولكن انا اليوم جيت اختاريت واحد الطريق اللي هو حداتي وحضاري. شنو هو؟ هو انني ما نخرجش بلايف. علاش؟ لانه انا ما كنعرفش ندير لايف، انا ما موالفاش بداكشي السوشيال ميديا، ولكن اختاريت اليوم نخرج عن طريق الصحافه عن طريق الاعلام. علاش؟ باش كل واحد فيكم يكون عنده الحق انه يسولني، باش كل واحد فيكم بغى يعرف الحقيقه من حقه. ما غاديش انا نتخبى ورا لايف وغادي نسالي ونمشي، لا، انا غادي نبدا معكم الموضوع من الاول وغنعاود لكم بحال الحكايه، ولكن بعجاله بالزربه. حساب الاجرامي المسمى بحمزه مونبيبي، عارفينو كيفاش دار ولا ما عارفينوش؟ كاينين بزاف اللي ما عارفينش، كاينين بزاف اللي عارفين. انا غنقول لكم سطر ولا جوج. في 2017 كان الحساب ديال واحد السيده سميتها سهام باده، وهي الملقبه بسلطانه. هاد السيده كان عندها حساب سناب، فناضت شي وحده من 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 هاد يعني مناضت وحده ولا هاد الناس اللي دايرين هاد العمل الاجرامي، شنو داروا؟ هكروا لها التليفون ديالها. ملي اخترقوا لها التليفون ديالها هزوا جميع الاسرار ديالها وحطوها ليها في سناب، ومن بعد سماوه حمزه مونبيبي. من بعد سيمانه اسبوع هذيك سهام باده رجعت الحساب ديالها، وهما داروا حساب جديد. واش في خباركم عمركم سولتوا راسكم شكون اللي دار الاشهار للحساب الاجرامي حمزه مونبيبي؟ شكون اللي دار لي الاشهار الاول؟ يلا، هو اخت الفنانه. خرجتي درتي لي الاشهار وخرجتو كتشيدوا به وفرحانين به، تابوناو عندها راه دارت حساب جديد فرحانين بالاجرام. ما يمكنش ما يمكنش، هاد الحساب اللي دمر حياه ناس وشرد ناس وكانوا غيحرقوا راسهم ناس وبزاف وبزاف. فمن خلال هذا الشيء كامل اللي بغيت نقول لكم، وفي هذه القصه كانت كذلك حكايتي انا، حكايه سعيده شرف، وصلت وصل يوم الخطبه ديالي. كلكم عرفتوا نهار تخطبت، نهار تخطبت انا درت حفله على قدي ودرتها في داري، ما درتهاش في قاعه. صحيح انه الفنانه عرضت عليا في الاسبوع ديال بنتها عن طريق السيده صديقه ديالها، يعني ما عرضتش عليا اون بيرسون، ولكن انا درت حفله في داري، جاوا الناس المقربين مني واللي كيجيو عندي لداري. انا ما عمري مشيت عندها لدارها ولا جات عندي لداري، فطبيعي غنعرض على الناس اللي قراب مني. وقلت غادي ندير حفله زفاف وغنعرض على الفنانين كاملين، بحكم انه كانت عندها كالجو مكهرب بينها وبين سلمى رشيد وما بين ابتسام تيسكات، كان عليا نعرض عليهم كاملين. فلذلك انا قلت الا عرضت عليهم كاملين غادي تنوض عندي شي مشكل في الدار، نخلي حتى القاعه ونعرض عليهم كاملين متبعين معايا ياك. فاذا بنفس الليله ديال الخطبه ديالي
كنلقى الفنانة حاطة في ستوري ديالها كبرنا بكم ودرنا لكم وفنا لكم وانتم هاد، يعني كتلمح عليا. دوزتها وشربت عليها جغم هاد الماء ماشي مشكل. مع الصباح الصباح لغد ليه لقيت راسي بحساب حمزة مون بيبي، هاد الحساب الإجرامي اللي نزل عليا ولا كيفطرني ويغديني ويعشيني بالتشهير بالتهديدات بالسب بالقذف بالتنمر بشتى انواع اللي كتخيلوا في راسكم. كذلك انا ام وعندي جوج وليدات ديك الساعات، من وراها تخطبت كان زواجي الاول. من زواجي الاول كان عندي جوج وليدات كلكم كتعرفوا، ما كنخبع والو على الناس. وكنت يلاه تزوجت زواج ثاني، بداو كيدخلوا في العرض ديالي، بداو كيحطوا عليا اشياء ما كيقدرش. مي في القبر جبدوها، مي في القبر ميته، والاب ديالي في القبر جبدوه، ما خلاو حتى شي حاجه ما حطوها. هادشي كله كتعرفوه وكلشي كان كيعرف. اللي جبد الفنانه ولا تخاصم معاها كيلقى راسو الصباح في الحساب الاجرامي. خاصكم تعرفوا هاد الحساب شنو دار من بعد انايا. حطوا هما هاد الحساب، حطوا الناس ديال المركز الوطني لحقوق الانسان، شكاو بيهم مشاو يا ربي هاد الحساب الوطني لحقوق الانسان. ملي شهر به هاد الحساب الاجرامي السيد رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان مشى دار شكايه، اعضاء ديال المركز الوطني لحقوق الانسان داروا شكايه وكانوا ضحايا. من بين هاد الضحايا كانت سعيده شارق، حطوني لانه ديال الحقوق الوطني لمركز المركز الوطني لحقوق الانسان ديالنا كاملين. فانا مشيت عند الفرقه الوطنيه عيطوا لي، كنت في الشمال. انتم في نظركم ملي كتعيط الفرقه الوطنيه او البوليس كيديروا لكم محضر استماع ولا ما كيديروش؟ كيديروا محضر استماع. فالفنانه جبدات واحد الورقه قدامكم ودارت هكا ياك، وقالت لكم شوفوا راه سعيده داعياني. هذا كان محضر استماع كضحيه في الشكايه اللي دار المركز الوطني لحقوق الانسان، واي كلمه كنقولها وانتم عارفين انني قدها، واي كلمه كنتحمل العواقب ديالها والمسؤوليه ديالها. في نظركم اول نقطه هضرت عليها شنو هي؟ كان شكايه. جبدات ورقه وقالت لكم هذه شكايه. دابا انا قدامكم كاملين انا ماشي مسؤوله على انك ما تفرقيش، كان هذا الخطاب للفنانه، انا ماشي مسؤوله انك ما كتفرقيش بين محضر استماع وبين شكايه. والحاجه الثانيه وهي الاقوى، وكنشاهدكم كاملين وكنشاهد الراي العام وكنشاهد الناس وكنشاهد الله قبل كل شيء. الا كانت سعيده شرف دايره شكايه بالفنانه واللي هي الطرف الاخر، فانا كنت نازل عليها قدامكم. دنيا فاطمه تم متابعتها، متابعه هذه غير متابعه، عاد نقول لكم التهم الاخرين. فهي شنو دارت؟ قطعت الحقيقه، قالت لكم ثلاثه التهم اللي طاحوا عليها اللي تبرأت منهم. ولكن كملي كملي، ما تكذبش على الناس وتردي انك راسك انت غتمشي بسبابي. انا اش دخلني انا؟ اش دخلني انا؟ انتي يا براءتك المحكمه من ثلاثه تهم، نقول لكم شنو هما. انا غنعطيكم المتابعات سته وغادي نعطيكم التهم اوكي اللي تشدات بها، يعني اللي تحاكمات بهم. التهم التي تمت متابعتها او متابعتها بالجرائم، راه جريمه هذه. واش قريتوا الجرائم؟ المشار اولا المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال. ثانيا المشاركة عمدا في عرقلة سير النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته. ثالثا بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم. رابعا وقائع أو بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. وخامسا المشاركة في بث وقائع كاذبة عن طريق النظام قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم. وسادسا
التهديد. القانون تابعك بستة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.